يا هلا والله سلطان. انا والله ما ادري وش الموضوع بالضبط. وش انطباعك على نفسك والشيء اللي صار بعد البرايم؟ والله شوف انا والله ما يعني مالي مال التمثيل مره مسرحيه واحده ايه؟ مثلتها قديمه بعد، لكن للامانه في تغير كبير. والدليل اني عشت النص انا وعشت المشهد حتى يوم جلست، جلست اكمل وش بيصير فيه وكيف بيتبرع وكيف بيطلع. فكانت محاكاه القصه رهيبه جدا ومتسلسله من اول نقطه الى اخر نقطه، يكفي شهاده الاساتذه. يا سلام وانت ما قصرت. الله يعطيك والله اني اقول صادق. الله يعطيك.